بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الذي خصصته لأجل مساعدتنا في إعداد الزرابي لمسجد الإسكالا. ندعو جميع المسلمين وأفراد الجالية المغربية المتواجدة بإسبانيا إلى المساعدة في إعداد الزرابي الخاصة بالمسجد، وهذا هو الحساب البنكي الخاص بالمسجد. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الإخوة، يجب علينا جميعا المساهمة في هذا العمل الخيري وهذا المسجد، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أنفقوا في سبيل الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام في فيديو آخر.